بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، بسم الله نبدأ وعليه دائما نتوكل، منه نطلب التوفيق والسداد. منذ لحظات أيها الإخوة أعلنت اللجنة عن انطلاقة دفعة جديدة وهي الدفعة 11 في شوطنا هذا الجميل، هذا الشوط المميز. أتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين المنطلقين على أرضية هذا الميدان. نجدد لكم هذه التحية، نجدد لكم هذا الشوط الجميل، هذا الشوط المميز. عودة إلى الإبكار، عودة إلى الإبكار، ومحلات مع جمايل جملت ميدانها وبانت جميلة وودعتني بن حاسوم عن تحديد المسار. سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي هاني العين أيضا حاضرين بشعارهم، النقلة هناك على الشبابية. يلا يا الكندي محمد عبد الله بن سعيد الكندي من يقدم الشبابية، يقول الغنامي اللي عندهم الشبابي بكره ولا قعود. يلا خلنا نكمل هذه الأبيات، النقلة على المركز الثالث. هناك اللي في المركز الثالث ما شاء الله اللي هي الواري عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد، المركز الرابع أيضا حضور جميل مميز مع نهج العلي بن خميس بن محمد أيضا الخوذري. وفي المركز الخامس أشوف في هذه اللحظات سيادة محمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز السادس اللي في المركز السادس هذه اللي وصلت مناورة ومحمد بن مبارك بن خلفان الشامسي. وفي المركز السابع هناك اللي هي نجود راشد بن علي بن خميس بن مرخان لجتبي. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن نجود لفلاح بن ناصر بن مصرع لحبابي. وفي المركز التاسع شعار الشايقة مع أيضا المستشار من يقدم الشايقة وسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز العاشر أسرار علي بن حمد بن علي بن محمد النعيمي. هكذا كانت النتيجة. هكذا كانت نتيجتنا. الله يا عبيد، الله يا عبيد، يا مجمل مكانك ويا مجمل شعارك ويا محلو أداك لعبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاجتبي. أهالي المرة حاضرين، أهالي رشدة حاضرين، وهناك من الجانب الآخر أيضا مناورة من الجانب الآخر أشوف رقمها رقم 19. هناك سيادة محمد بن سعيد بن حلوة، ولكن الدرمكي وصل، الدرمكي وصل مع جمايل سلطان بن خليفة بن حاسوم. الدرمكي من الجانب الآخر أيضا نهج علي بن خميس بن محمد الخذيري أيضا حاضر حاضر حاضر. الكل قادم، الكل قادم. ند الشبا، ند الشبا يا الحبروت، ند الشبا. ومحمد بن سالم بن العري الاجتبي حاضر أيضا مع ند الشبا. يا سلام، يا مجمل هذا الاسم، يا مجمل هذا الاسم، يا حلو هذا الاسم، يا رقي هذا الاسم. اللحظات الأخيرة يا الخذيري، يا بن حاسوم، يا بن عري، بسم الله بسم الله. وصل محمد، وصل محمد بن سالم بن عري الاجتبي. هناك أيضا من يقدم ند الشبا، شوف اللي قادم نجود فلاح بن ناصر بن مصرع الإحبابي. في اللحظات الجميلة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. يلا يا الدرمكي، الحبرود، الحبرود، الدرمكي ولا الحبرود. اللحظات الأخيرة، الخذيري من الجانب الآخر أيضا هناك من مصرع. اللحظات الأخيرة يا بالعري، يا بالعري، سقاك الله من خيره، سقاك الله من خيره، وسق الله دارك الخوانيج. يا محمد، يا بن سالم، يا بن خلفان، يا بالعري ليش تبي. شكرا يا كابتن الخوانيج، شكرا يا كابتن الخوانيج، شكرا يا معجزة الخوانيج على هذا الأداء. والله انه صغير في عمره ولكن كبير في فعله، كبير في فعله، كبير بأداء. ند الشبا، ند الشبا مع محمد بن سالم بن خلفان، وايضا تهانينا لحمد بن سالم بن خلفان بن عري. شكرا يا الحبرود على هذا الأداء. المركز الثاني خليفة بن حاسوم، المركز الثالث هناك للسيد علي بن خميس الخذيري. وفي المركز الرابع أيضا هناك فلاح بن ناصر مصنع الإحبابي. وفي المركز الخامس أحمد بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. تهانينا والناموس سالم بن محمد بن خلفان بالعري الاجتبي، وأيضا نهني حمد بن سالم، نهنيك الحبروت المضمر الصغير على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس.